رأس بعلبك اليوم هدف للجيش اللبناني ولم يتغير منذ أن بدأت التنظيمات الإرهابية التواجد فيه واتخاذ معقلا لهم للإمداد والتمويل والتمركز لضرب أهداف سواء في سوريا أو لبنان. والتنسيق اليوم بين الجانبين بات حاجة أكثر من أي وقت مضى. للحديث عن هذه التطورات وغيرها معي عبر الهاتف ضيفي من بيروت الكاتب والصحفي كيفورك المسيان. أهلا بك أستاذ كيفورك. شكرا أستاذي على استضافتي. يسعد أوقاتك يا رب. يعني اليوم جبهة رأس بعلبك تعود للواجهة بعد برود نسبي يعني نوعا ما في تلك الجبهة، يعني الجيش اللبناني اليوم يقوم بعمليات في تلك المنطقة، ما هو مقدار التنسيق المفترض أن يكون موجودا ما بين الجيشين السوري واللبناني في تلك المنطقة؟ بصراحة التنسيق الأمني والعسكري يجب أن يكون على أعلى المستويات بين الجيشين السوري واللبناني، ولكن المعضل اليوم في لبنان في جبهة داخلية في لبنان هناك انقسام كبير بين 8 آذار و 14 آذار. اليوم 14 آذار ليست معنية بأي شكل من الأشكال بتقديم الغطاء السياسي للجيش اللبناني باستكمال العمليات العسكرية في كثير من المناطق في لبنان، وأيضا بالتنسيق مع الطرف السوري. هم يعتقدون أنهم إذا نسقوا مع الجيش السوري مع القيادة العسكرية السورية هذا يعني أنهم يعترفون بالحكومة السورية، وهم حتى الآن منخرطون حتى من شعرهم لقدميهم في المشروع الأمريكي في سوريا. في منذ بداية الأزمة جماعة 14 آذار كانوا متواطئون في كثير من العمليات وإدخال السلاح إلى سوريا، وهم الآن لا يستطيعون التراجع عن هذا المشروع لأنهم وصلوا إلى حائط مسدود بالنسبة للمشروع السوري. إذا استمر القيادة السورية لسنوات قادمة هذه بالنسبة لهم انتحار سياسي. ما يحدث الآن في الداخل اللبناني أن هناك جماعة تسمي نفسها 14 آذار وهم يقولون أنهم مستقلون ويعملون لسيادة لبنان، وهم يفعلون العكس تماما. جماعة 14 آذار اليوم قدموا الكثير لجبهة النصرة خاصة في طرابلس بعلم أو بدون علمهم، لأنهم سياساتهم أدت إلى تغذية أو تقوية جبهة النصرة في طرابلس وفي رأس بعلبك وفي مناطق أخرى وخاصة في عسال. يعني لما يتقدم الجيش اللبناني في عسال على سبيل المثال نسمع أصوات شاذة من 14 آذار تنتقد تقدم الجيش اللبناني أو استعمال العنف المفرط. شوف التعابير أن العنف المفرط، أنا لا أعلم ما الطريقة المناسبة للتعامل مثلا مع جبهة النصرة أو داعش حتى يدعم 14 آذار تقدم الجيش اللبناني في هذه المناطق. يعني هل يمكن أن يؤثر الحوار اليوم بين حزب الله وتيار المستقبل؟ يعني هل من الممكن أن يؤثر على العقلية التي تتبعها 14 آذار في التعامل مع إعطاء دعم كامل للجيش اللبناني واتخاذ خطوات أيضا في مجال التنسيق ما بين الجانبين؟ هل من الممكن أن يؤثر الحوار ما بين حزب الله وتيار المستقبل على ذلك؟ الحوار كتير مهم بين حزب الله وبين المستقبل. نحن نعلم أن المستقبل وحزب الله هم أقوى الكتل السياسية في لبنان، ولكن 14 آذار أو كتلة المستقبل ليست كتلة مستقلة. اليوم الموضوع له علاقة بالحوار الإيراني السعودي أكثر ما هو العلاقة بالحوار حزب الله مستقبل. يعني إذا لم تتقدم المحادثات أو التسويات بين السعودية وبين الجمهورية الإسلامية في إيران لن تحدث هناك انفراج كبير على الوضع اللبناني. صحيح أن حزب الله ومستقبل يتحدثون مثلا عن الترتيبات الداخلية عن رئاسة الجمهورية عن كثير من الفراغات الأمنية والسياسية التي حدثت مؤخرا في لبنان، ولكن القرارات الحاسمة على سبيل المثال قرار لمواجهة داعش أو جبهة النصرة مرتبط ومشروط بالاتفاق بين إيران والسعودية وليس بين حزب الله وبين المستقبل. نعم، دعني أنتقل معك يعني إلى موضوع ليس بعيدا عن المنطقة ولكن قريب جدا من تنظيم داعش الإرهابي والجماعات الإرهابية الموجودة. يعني في ظل العمليات العسكرية التي تجري في مناطق عديدة سواء في سوريا أو في لبنان، هناك عمليات لاستهداف الوجود المسيحي في ريف الحسكة، يعني لا يوجد أي رد فعل دولي في هذا الشأن.
صديقي ما يحدث في الحسكة وغيرها عار في جبين الإنسانية. دعني أقول لك أن تقدم أرتال داعش من مساحات بعيدة إلى الحسكة لم يرى ما يسمى بطيران التحالف هذه الأرتال، ولكن الأرتال التي ذهبت إلى عين التي كانت مقتونة من أغلبية كردية هم شاهدوها تماما وقصفوها. اليوم ما يحدث على الأراضي السورية نحن نسميها بالعلوم السياسي ديروتينج. الديروتينج هي استئصال أو إعادة ترتيب التركيبة الاجتماعية الطائفية العرقية لكثير من المناطق. الأمريكان اليوم لا من استراتيجية الولايات المتحدة ليست القضاء على داعش، استراتيجيتها الاحتواء الخطر الداعشي وإضعافها فقط بما لا يفرض أي خطر على المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط. يعني إعادة ترويض تقصد بهذا الموضوع؟ ترويضها بالضبط. ما دام داعش موجود في مساحة جغرافية ما في سوريا والعراق وقادرة على استفزاز وابتزاز الحكومة السورية وإضعافها ليس هناك مانع من استمرار داعش، ولكن إذا داعش أصبحت قوة كبيرة تهدد على سبيل المثال شمال العراق أو السعودية أو الأردن حين ذلك فقط سوف تتدخل الولايات المتحدة في القضاء على القضاء على داعش. لنتذكر مشروع عين العرب تماما، أن عين العرب الإكراد هناك المسلحون الإكراد كان لهم مشروع انفصالي. خلينا نحكيها بصراحة، أصبح هناك توافق في المصالح بين الولايات المتحدة وبين تركيا أن الإكراد لا يجب أن يكون لهم دولة في الشمال السوري، لذلك سمحوا بداعش بالتقدم إلى عين العرب أولا للدخول إلى عين العرب ثم قصفوها في عين العرب. يعني انتصار ما يسمى بالإكراد في عين العرب كوباني لم يحدث إلا بعد تدمير كوباني تماما. يعني هو استغلال المواطنين السوريين الموجودين في سوريا سواء كانوا من الأخوة الأكراد أم من كافة الفئات سواء ناشورين أم غيرهم. يعني هو واضح هو ضمن المشروع التركي الأمريكي. يعني تركيا البارحة كان لها دور أيضا في هذا الموضوع، يعني أغلقت حدودها ومنعت عبور من تم تهجيرهم أو هربوا من إجرام تنظيم داعش في ريف الحسكة. يعني إلى متى سيبقى الدور التركي بنظامه دون حسيب؟ صديقي إردوغان سوف يذهب إلى النهاية. اليوم مشروع العثماني الجديد لإردوغان لا يمكن أن يستمر إلا بالسيطرة على سوريا. نحن نعلم أن الفتوحات العثمانية اللي نسميها بين قوسين في الشرق الأوسط بدأت من سوريا وهم سموها الشام الشريف. توسعهم في الشرق الأوسط بأكمله كان من سوريا، لذلك هم إردوغان يعرف تماما أنه إذا لم يستطع السيطرة أو مد نفوذه إلى سوريا هذا يعني انتهاء مشروعه العثماني الجديد في الشرق الأوسط. هو خسر كثيرا في مصر بعد إقصاء الإخوان وهو يخسر اليوم في سوريا لأنه حتى هذه اللحظة لم يستطع السيطرة على مدينة حلب. شوف هو قدر ينقل الكثير من المعامل ويحرقها ويسرقها وعمل الكثير، بس الوجود الحلبي الممانع للنفوذ الإردوغاني في المنطقة أصبحت هي الجبهة الأولية ضد المشروع العثماني في الشرق الأوسط. نعم، شكرا جزيلا لك ضيفي من بيروت الكاتب والصحفي كيفورك الميسيان، شكرا جزيلا لك.